سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. اليوم حبيباتي صباحكم مبروك، جيت لكم بواحد الوصفه غزاله سيتوجين مزيونه بزاف. شنو عندنا في لي زانغريديون؟ عندنا الشوفلور محكوك خضر، شويه ديال الكفته، الزبده بلديه، بيستو ديال الطوماط يابسه، شويه ديال الزيتون اسود، والموتزاريلا محكوكه كانت عندي في الكونجيلاتور وجبتها البنات. اذا غادي نرد هذا يسخن يتعرق شويه باش يرخي الماء ديالو، نعصرو وعاد ندير به هذوك كي نقولوا حنا خبيزات بالكفته، نقولوا بيتزا بالكفته وبالبيستو. اذا غنسميها بيتزا كيتو دايت بالشوفلور والبيستو ديال المطيشه اليابسه والكفته. ها انتما معايا وانا ديما معاكم. نشحروا الشفرول ديالنا باش يطلق لنا داك الماء اللي فيه، نديروا له غير شويه الملحه ونخليه يطلق الماء، من بعد نحطوه في لو بول يبرد شويه ونعصروه من الماء. اذا نديروا شويه ديال الملحه باش البنات يرخي الملحه. مبقاتليش كاين كوم ام خبط لي هنا. اذا غادي نخليه يتشحر يسخن، ما درت له لا زيت لا والو، يبدا يصهات يبدا يطلق الماء. نزيد له شويه الملحه ونخليه يطلق مزيان. حيت هو البنات حيت غادي يسهط غادي يولي قليل، مع غادي نعصرو غادي يولي قليل. واخا كتشوفو الكمية هنا بزاف، هادي نص شفرولة متوسطة، يعني تقريبا شي 500 غرام أو 600 غرام. حكيتها في الحكاكة الجهة الغليظة، كيجي بحال الشكل ديال لو غي ديال الشفلور، يجي حبيبات رقيقه. دابا نخليوه بلا ما يتعرق لي مزيان يتشحر، ونعصرو من الماء ونوري لكم. وها نتوما معايا. اذا البنات هاني درتو هنا وهاني كنعصرو، شوف شحال الماء فيه. بعد ما كيسخن كتشحريه في المقله، كيدير بحال كيدير نص طياب صافي، وكتعصريه من الماء نهائيا. كامل غادي نعصرو مزيان، راه سخون شواني في يدي. اذا صافي البنات غادي نكبو تما باش نزيد له الموتزاريلا تذوب فيه. اذا حيد لي داك الماء، غادي نخلي فيه ها هو البنات من بعد ما عصرتو من الماء. نتوما كتشوفوا كلشي قدامكم، شحال قداش ولا قليل. اذا دابا غادي نزيد فيه الموتزاريلا وغادي نخليها تذوب فيه، حيت هو سخون الموتزاريلا كونجلي غادي تذوب. هادي مازال كونجلي بزاف، منين غادي ندير هذاك الشيء وغادي نخلطها بيه. بعد ديك الساعه نخليها تذوب
مزيان نغطيها غادي نخليها تذوب فيه عاد ديك الساعه نعجنها نديرهم غريسات صافي البنات هانتوما معايا اذا حبيباتي من بعد ما دابت ليا ما برد ليا شويه شيفلور عصرته من الماء وريت لكم شفتوا من بعد خلطت مع ديك الموتزاريلا وخليتها تذوب ودرت له شويه ديال الابزار الابيض شويه ديال الابزار الابيض ودابا هذا فيه غير الموتزاريلا والملحه والابزار صافي دابا راه دابت مزيان فيه باش تعدل لي غريسات اذا غادي نرد الكفته طيب هنايا عندي هنا شويه ديال الشيدر الفرماج الشيدر عندي كونجلي وهنايا الفرماج المصدام حكيتو والبيستو زدت عليه شويه ديال لاصوص طوماط وخلصتها هنايا البنات باش هو اللي نديرو دو باز فوق دوك الكريسات ديال الشيفرول والزيتون بحال بيتزا بواحد الصيغه اخرى بلا بدون عجين انتما معايا حبيباتي غادي نعرق الكفته ديالي هنايا وديك الساعه انتما تستمروا ندير شويه ديال الزيت البلديه غير غيزه حيت بغيت نطيبها في الزبيده زبيده بلديه غادي ناخذ شي جوج ديال التروسويات ولا ثلاثه اوب صافي غادي نخليها تذوب هنايا عاد نرمي الكفته ديالي الزبده مع شويه ديال الزيت البلديه الكفته راه فيها الثومه وفيها البصله وقزبور ومعدنوس شويه الصوجا غير قطيره والابزار وشويه الكيمون شويه الملحه شويه الشاونيه شويه ديال الحار حار الهريسه اذا غادي نلوح الكفته ديالي هنايا نلوح ولا نرمي ولا ولا شنو الكفته راه فيها الموتزاريلا كنخلطها دائما معها الموتزاريلا غادي نقرب لكم الى المقلات هاي البنات راه فيها الموتزاريلا وسي هذا البيض هذا راه الموتزاريلا باش تجي مدمه تجي كيتوني حيت دابا راكو عارفين دابا كنعتمدوا على الدهنيات في الاكل ديالنا دن حبيباتي غادي خصني ندير لها غير هكا باش تجي بحال غابي نطيبوها طيب مزيان ديك الساعه البنات نكمل هذا الشيء ونرجع لكم بعد ما نقرص داك الشيفلور ديالي خبيزات يلا يلا حبيباتي انتما معايا وانا معاكم دائما اذا حبيباتي هكا كندير لهم كنديرهم في داك القالب ديال الحرشه وكنوطع عليهم مزيان كنقد لهم لا سيرفاس مزيان فوالا كنقد لهم مزيان لا سيرفاس برك عليهم مزيان باردو على الصداع دابا درت لهم المول الصينيه درت فيها الكاريت بابي ديال الكويسون ودهنتو بالزيت البلديه صافي دابا غادي نحيد السيركل ديالي وصافي فوالا دابا البيتزا ديالنا او خبيزات معمرين او اللي بغيتو تقولوا لهم قولوا لهم انا غادي نسميهم بيتزات سيتوجين اول حاجه البنات غادي ندير شويه البيستو واحد المعلقه بحال راه كندهن المطيشه شفتوا ولكن هذه بيستو ما بغيتش ندير المطيشه باش تجي غنيه عرفني هذه راه مطيشه يابسه تجي غنيه بالمحتويات الدهنيه بطبيعه الحال بحال الشكل ديال البيتزا وغادي نعمرهم كمسا الشيفلور ديالنا راه بحالنا مسلوق
اذا غادي ندير شويه ديال الشيدر البنات غير شويه هكا ديرش بزاف اصلا ما كيعجبنيش المذاق ديالو بزاف ديرلو غير شي رشيشات وصافي فوالا غادي نجيب الكفته ديالي بعد ما شحرتها راه طايبه غادي نبدا نهزها نديرها هنايا نعمر البيتزا ديالي بالكفته وهكذا الى ان اتمم ونكمل معكم البنات باش ما يجينيش الفيديو طويل بزاف وهنا البنات كنكمل الكفته ديالي على البيتزا ديالي يكون عندكم الخاطر البنات الا ما كانش الخاطر ما كاين والو اي حاجه تبغي ديريها في لاكويزين خصك تكوني دايراها عن حب يعني بقلبك الصافي وواحد الولع يعني الكوزينه كيدخلي بحال انا كندخل بحب الكوزينه ماشي كندخل وطالع لي الدم ولا بالعكس هي كوزينه راه خصك تكوني وديعه معها باش تعطيك دي بلازوينين تري دي بلازوينين بريستيج إذن هذه سي اون بيتزا سيتوجين كيتونية رائعة جدا جدا بالبيستو البنات والكفتة بيستو راه فيه الفواكه الجافة وفيه الحباق وفيه المطيشة وفيه الزيت البلدية كنت درتو معكم البنات في اليوتيوب رجعوا للفيديو للقناة وشوفوا الفيديو كاملا باش تعرفوا البيستو شنو درت فيه المطيشة هذا البيستو ديالي منزلي ما كنبغيش انا ندير ديال السوق ما كنعرفش شنو فيه كنديرو منزلي بيدي وكنعرف شنو كاين دابا غنكمل هذه البيتزا ديال الكفته ديالي كامله باش تجيني بيتزا عامره فيها كفته يعني وجبه ندير معاها غير شويه الخس وهاني تغديت تاكلي وحيده ولا جوج خبيزات رائع عندك الكربوهيدرات عندك البروتينات عندك لي فات الدهنيات درنا هذا درنا الاخر قولوا لي الموتزاريلا وغادي ندير الفرماج كاين فرماج هذا الشيدر يعني كل الفرماج ديالنا عامر دهنيات واللحمه حتى هي فيها الدهنية الحيوانية ديالها وتقلات في الزبدة يعني راه خصني هاد الكفتة ما نضيعهاش نديرها كاملة الطايبة ما عندها ما تجلس الدار انا اصلا كناكل وجبتين في اليوم انا قلتها لكم البنات صافي سي بون عامرين كفتة اذا غادي نذكر لكم وحده قدامكم من بعد غادي نكمل راسي ومحيت يطيبوا ونوري لكم كي جاوا اول شيء غادي ندير شويه الفرماج بحال الشكل ديال الكفته ديال البيتزا البنات وهي بالشيفرول راه كاين مجموعه ديال الاخوات اللي داروها في اليوتيوب لبنانيات اوروبيات ولكن ما داروها بواحد الصيغه اخرى كل واحدة عندها اللمسة ديالها طبيعة الحال كل يوتيوبرز عندها اللمسة وتا أنا عندي اللمسة ديالي والأخوات كل واحدة طبيعة الحال حنا المغربيات والعربيات تبارك الله علينا النساء مهم بصفة عامة مبدعات في الكوزينة ديالهم كل واحدة كتقدم الأطفال ديالها ماء لذة وطب وكتقدم كتكون فرحانه بشنو كتقدم العائله ديالها من هذا المنهار من هذا المنبر كنحيي كل ام كل سيده كتدخل الكوزينه وكتعطي من وقتها وكدير دي بلازوينين وكتستمتع العائله ديالها بما قدمت اللي قد شنو قدمت لهم اذا حبيباتي صافي بارك عليا لو فرماج سي حسي دونك دابا غندير زويتنات انا كيعجبوني الزويتن زويتنات باش يبقاو باينين حيت يذوب عليهم فرماج
غادي نزيد له غير شي كلك فوالا، مش منديرش بزاف الزيتون، مالح شويه سا روتيان لي ليكيد كيقبط المياه في الجسم، انا ما خصناش نكثروا منه حتى هو فيه الزيت. فوالا نكمل هذا الفرماج حيت شي غطي لي هذاك الشيء، راه وحده كافيه البنات تبارك الله، خمسة بالخمس معمره فرماج صافي، دخلها الفران البنات يكون ساخن وديك الساعه نور لكم كي جات. هانتوما معايا وانا معاكم حبيباتي، ها هما البيتزا ديالنا خرجوا محمرين غزالين كيشهيو، نخليهم حتى يبردوا ونقدمها لكم في طبق التقديم، وأكلة شهية ونتمنى يعجبكم بزاف هاد البيتزا الكيتونية. يلا غادي نوريها لكم كيف غادي نوض حيت غنوجدها ناكلها يلا حبيباتي هانتوما معايا حبيباتي، هو هذا الوجبة ديالنا تاع اليوم، بيتزا كيتونية بعجينة الشيفلور. إذا ألف شهية للجميع وليا بالخصوص وحقكم في الجنة مشاهدي الكرام. وهي كي جات البيتزا ديالنا كأنها عجينة من هانتوما شوفوا كي محمرة من التحت، شوف غزالة بحال أنها بيتزا من الدقيق وهي غير من الشيفلور. لهذا حبيباتي نكون انهيت الفيديو نتاع اليوم، مع السلامه